ازيكم النهارده؟ عاملين ايه النهارده؟ يعني يوم مختلف شويه، مش هنروح بقى الاماكن اللي احنا متعودين بنروحها في نيويورك. النهارده هنروح البحر. النهارده هيبقى يوم مختلف، النهارده الدنيا حر، فقررت ان انا اغير البلانز بتاعتي واروح البحر. اليوم هيبقى مختلف شويه، انا هنا في بروكلين، مختلفة خالص عن مانهاتن. يعني مانهاتن انضف شوية، نعدي الشارع عادي، مش عربيات، مختلفة شوية. البيوت هنا لا مش عالية، هنا يعني دورين بالكتير، مش مفيش العمارات او الابراج او حتى ناطحات السحاب العالية اللي موجودة في مانهاتن. هي دلوقتي نروح عادي الاول على واحد صاحبي، هنجهز الحاجة، ناخد الايس بوكس بتاعنا ونطلع على الشاطئ، عشان النهاردة درجة الحرارة هتبقى عالية، فعايزين نروق على نفسنا. وخلينا نصور الفيديو ده ونشوف الشواطئ هنا في نيويورك عاملة ازاي. يعني انا بسمع طبعا ان الشواطئ في ميامي طبعا هي الاحلى، فخلينا نجرب الشاطئ هنا ونجرب الشواطئ هناك. يلا بينا نكمل الفيديو ده. احنا كده خدنا المترو رقم كيو ووصلنا البيتش. نشوف كده من المترو شكله عامل ازاي. ده البحر، دي منطقة البحر هنا في نيويورك، كوني ايلاند. عندنا فيريس ويل، وعندنا يعني كل ال هنا كل الأماكن دي. بس خلينا بقى نروح هناك ونشوف بقى الدنيا هتبقى عاملة ازاي هناك على البحر. احنا بنعدي رايحين هناك للشاطئ، الناس دي كلها جايين بقى ينبسطوا كده بالصيف. الناس دي كلها كده لما لقيت ان الشمس طلعت، عشان الدنيا اليومين اللي فاتت كانوا برد جدا، وناس يعني كانت قاعده في بيوتها بقى عشان خاطر البرد وكده، فلما يعني ما صدقوا لقوا الشمس طلعت عشان يطلعوا بقى كده ويروحوا الشاطئ بقى وينبسطوا بوقتهم وكده، زي ما شفنا في الفيديو بتاع السنترال بارك. يعني الدنيا الناس كلها كانت يعني ما صدقت لقت الشمس طلعت، فكلهم كده انطلقوا بقى من بيوتهم. وده اللي حصل دلوقتي، كل بتوع نيويورك لما لقوا ان النهارده الجو يعني لحد ما حر، فكلهم خرجوا بقى، يلا نروح الشاطئ ويلا ننبسط ويلا ننزل البحر. والمكان ده كله نروح كده ونشوف البحر عامل ازاي. يلا بينا كده. احنا هنا وصلنا يا جدعان، هنا الناس يعني في كل حته، ده كده ويعتبر الصيف يعني لسه ها اول ايام. الموضوع بيبقى اسوأ من كده، يعني على حسب كلام الناس هنا الموضوع بيبقى اسوأ بكتير. بس كده الناس حواليا كل دول ناس في كل حتة، ناس هنا يعني خلاص بقى جايين بقى ينبسطوا. ده الشاطئ، ده البحر. يعني المية هي مش أحسن حاجة، بس الناس كلها جاية تلعب في الرمل، الناس جاية تجري، الناس جاية تستجم. لكن الفكرة ان انا مش شايف حد داخل المية. كوني ايلاند، هي دي كوني ايلاند. محلات الاكل، محلات العصير، انترتينمنت او اميوزمنت باركس موجودة في كل حتة. ناس انطلقوا، ناس خلاص بقى قررت ان هي تقلع وتنطلق. كل حتة، الناس في كل حتة.
لينا نشوف بعد الوقت احنا نروح نغير، نروح كده نخش اي حمام كده نغير فيه ونشوف كده لو هنقدر احنا ننزل البحر ولا لا. خلينا نشوف خلينا نشوف كده. احنا بقى غيرنا لبسنا المايوه، ناس بقى هنا مزيكا بقى بيرقصوا مع بعض واللي بيحبوا بعض بقى، ويعني الدنيا هنا مظلميت خالص مظلميت خالص. بقى نلاقي بقى سبوت حلوه كده ممكن اوريكم حواليا، نلاقي بقى سبوت كويسه ونقعد فيها كده نتفرج بقى على الدنيا. اوكي بص 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 كده بصوا بصوا يا جماعه، بص الناس بص الناس يا جماعه، ناس في كل حته ما صدقوا يلاقوا شمس ويلاقوا جو حلو يخرجوا فيه. هنريح شويه كده نقعد نلاقي مثلا سبوت كويسه ونقعد ونكمل تصوير ونشوف يومنا هيمشي ازاي ونشوف لو كنا هننزل ميه ولا مش هننزل ميه. تابعوا الفيديو ده. لقنا وغيرنا وقلنا ايه يعني عايز اشوف بقى الميه يعني بارده ولا ممكن ننزل ولا في ناس نازله، بس مش كلها كلهم، بس هو يا دوبك بينبسط بالجو هو بس يعني بياخد تان اللي بس عايز يشوف الشمس، ان هنا الشمس ما بتظهرش كتير، فدي يعني نعمه من نعم ربنا علينا ان احنا عندنا شمس طول ايام السنه. هنا لا، هنا يعني اول ما الشمس تطلع على طول بيجروا عشان يعني يلحقوها. دلوقتي احنا داخلين الميه وعايزين نشوف ميه ساقعه ولا لا، لسه لابس الميه دلوقتي ميه ساقعه ميه ساقعه فشخ ساقعه فشخ. بصوا كده دول الناس العيال مش هاملها البرد. يا لهوي يا لهوي ميه ساقعه يا جماعه بس في ناس نزلت. انا بفكر الصراحه ما انزلش واجل ميه برضو يعني مش انضف حاجه، ميه في ميامي احلى بكتير. ده يا جدعان كوني ايلاند، ده كوني ايلاند. لو انتوا مكاني هنا هل ممكن تيجوا مكان زي ده ولا هتروحوا احسن لميامي؟ انا بصراحه يعني شكلي كده لا، انا مش هنزل ميه بصراحه وهستنى ميامي، هستنى لما اروح ميامي. يا لهوي ميه تلج تلج يا جدعان تلج تلج. بصوا السحاب ورايا تحفه. بس يا جماعه دي الجوله هنا، ده كل اللي تقدروا تعملوه في كوني ايلاند والبحر بتاعتي، وهنا تنبسطوا لو انتوا معاكم اصحابكم تقدروا تيجوا هنا البيتش وتقعدوا. يعني المكان حلو، مكان مجاني ما تدفعش فيه فلوس خالص، حتى الحمامات ما فيهاش اي حاجه تدفع. المكان تحفه يا جماعه، المكان تحفه، ويعني بنصحكم ان انتوا تيجوا هنا في الصيف تقضوا وقت جميل جدا، تخرجوا مع بعض لو انتوا جروب او اكتر، او لو انت واحد مثلا ممكن تتعرف على حد من الهوست اللي انت قاعد فيه وتيجي هنا برضو، الموضوع هيبقى ظريف جدا قوي وقت فاضي. بس وده كان الفيديو بتاعنا، او دي كانت الجوله بتاعتنا في كوني ايلاند. نجرب دلوقتي نروح برايتن بيتش ونشوف الدنيا هناك عامله ازاي. طيب يا جماعه انا قررت ان انا دلوقتي هجري وانط، ف awesome good job. يا جدعان الناس بتمشي، الدنيا مطرت علينا دلوقتي، فالناس
الناس بتجري يا صاحبي. يا جماعة يا صاحبي بس الدنيا بدأت تمطر. يلا من هنا. فاحنا هنمشي دلوقتي. كنت خلاص عايزة يعني اخلص الفيديو على كده بس يعني المنظر خلاص. بصوا 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 الناس ورايا. الناس ورايا كلها بتجري. بس بصوا 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 انا البس دلوقتي. بصوا الناس بتجري. بصوا الناس بتجري ازاي يا دي امي يا جدعان. يا لهوي. يلا 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 يلا. بصوا بصوا لقيت ايه هنا. لقيت وانا يعني الناس كلها اتجمعت هنا تحت المكان ده وانا قاعد هنا لقيت البني ادم ده برضه. لقيت استنوا كده اصور لكم. بصوا 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 معاه تعبان. معاه تعبان ومعاه حرباية. بصوا كده. بصوا الناس هنا اتجننت. الناس اتجننت هنا خالص يعني. الناس هنا قاعده كلها بتلبس. عايزين نلبس احنا كمان. وبس كده يا جماعه. ده الفيديو بتاعنا النهارده. سبسكرايب بقى وكده. خلاص كده احنا مش هنقدر للاسف نروح برايتن بيتش. الدنيا مطرت. الدنيا اتعدلت. لازم نروح بقى كده و شوف بقى هنخرج بالليل هروح فين. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لايك وسبسكرايب و تابعوا الفيديوهات اللي جايه.